هل القضية جنائية أم انتحار إلى هذه اللحظة؟ التحقيقات الابتدائية اللي قام بها السيد قاضي تحقيق الفاو أثبتت وجود شبهة جنائية بالواقع صراحة. نعم. أثناء تدوين الإفادة مع الموظفين الكوريين الموجودين هناك لوحظ أن أحد الموظفين أثار الشك والريبة من خلال وجود جروح على كلا يديه وبظهره. أضف إلى ذلك تناقض بالإفادة اللي أدلى بها، كذلك ربط الموضوع بوجود آثار ابتدائية، طبعا بعد ما تم التشريح على الجثة أنه أكو آثار على يعني يد المجنى عليه، فصار ربط بالموضوع على أنه تبين وقوع يعني حادثة جرمية. أضف إلى ذلك السيد قاضي تحقيق لما لاحظ أنه وجود آثار على يعني على جسم المتهم استدعى الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي أثناء توجيه السؤال إلى فيما إذا كانت الجروح قديمة أو حديثة بين بأنه الجروح حديثة، بما معناه أكو مقاومة من المجنى عليه. نعم. أضف إلى ذلك هناك أدلة ثانية يعني ممكن أنه أنت تنظر بها، أنه هذا المكان محصور فقط للعمالة الكورية حصرا، يعني أي موظف هندي عراقي ما يتخلى. وجوده بالقاعة الرياضية بملابسه ما كانت رياضية، ربطه بمكان مال الملاكمة هذا وناصي، يعني مكان ناصي. هذه التحليلات كلها يعني طرحت في كلها طرحت أثناء التحقيق. طبعا يعني إيدينا ما كانت مربوطة، ممكن كان يتخلص من الحبل. الشكوك اللي مثار حاليا بأنه هو تم قتله في مكان ونقله إلى المكان الثاني. يعني بس ما هي الدوافع اللي الشبهة الأولى اللي حضرتك تحدثت عنها بوجود يعني الشكوك حول هذا الشخص أنه يكون أكو صاير خلاف وهو اللي قتل مدير شركة دايو؟ يعني شنو اللي يخليه يدفع بقتل مديرة في الشركة؟ أنا باعتباري قانوني أكثر ما سياسي، أكيد يعني الأنظار متوجهة إلى ميناء الفاو وخطورة يعني وجود هذا الميناء على بعض الدول. أعتقد يعني ما أكون لأن هذا أمر سياسي أنا ما أقدر أتدخل به، بس من المحتمل يعني يقفز إلى أذهان أي شخص زين أنه يكون هذا الشخص مدفوع من جهات خارجية أو كذا، ما أعرف يعني، بس هذا احتمال يطرح يعني. زين أستاذ عدنان، يعني القضية وين الآن؟ طبعا بعد استكمال الإجراءات الأولية اللي قام بها السيد قاضي تحقيق الفاو أحيلت إلى قاضي محكمة الإرهاب. نعم. قاضي الإرهاب في البصرة. نعم في البصرة. هل يحق للجانب الكوري أن يشترك في التحقيق في مثل هذه الدعاوى؟ يعني هل يكون الحكم على هذا الشخص الكوري في المحاكم العراقية في حال تبتدى التهمة عليه؟ لا أكيد، هو طالما أنه الجريمة وقعت ضمن إقليم البلد يحاكم بالمحاكم العراقية وفق القانون الجنائي العراقي 111 سنة 69 معدل. نعم يعني يحاكم، ممكن يحاكم، بس طبعا يعلم الجانب الكوري من خلال المخاطبات بالخارجية. نعم الكورية. ممكن يتدخل الجانب الكوري بالتحقيق؟ ممكن لا ما يتدخل بالتحقيق، وإنما يلاحظ أو يطلع ممكن من خلال طلبات يقدمها إلى طلبات يقدمها للسيد القاضي أنه يطلع على الإفادات، يطلع على من خلال عملكم السابق مع شركة دايو. هل هناك أي قضايا تم رفعها على جهات معينة بسبب تلقيهم تهديد، ضغوطات أو غيرها؟ الدعاوى اللي أخذناها كانت دعاوى رسمية مثلا يعني على موقع الشركة. أكو اختلافات من ناحية الأجور والعوائد اللي تدخل، لأن تعرفين هاي المواد مع الكاسر الأمواج تجي من دبي. نعم. أكو خلافات بهذا الخصوص، بس مو خلافات جنائية يعني، خلافات إدارية ربما. يعني ماكو يعني ما نعرف الكل يعني يعرف بالحادثة تلقيهم تهديد؟ لا، شركات أمنية موجودة. نعم. الشرطة موجودة، المحكمة قريبة، ماكو يعني ما سبق أن قمتم برفع مثل هذه الدعوة. لا دعاوى جنائية ما حصلت. ممكن أحد العمالة يتعرض إلى موقف معين بالمطار وكذا. نعم. ممكن. يعني الآن جثة مدير شركة دايو وين موجودة؟ أكيد يعني في الطب العدلي. نعم. وجرى عليها الكشف الابتدائي فقط بعد يعني تقرير التشريح يطول أكيد يعني حاليا يعني كشركة
هل يحق لها قانونيا الاستمرار بالعمل دون وجود المدير؟ اكيد هذا طبعا هو يعني دايو شركة عظيمة وكبيرة جدا. نعم. فهذا مجرد هو الشخص مدير تنفيذي لفرع العراق. ممكن انه يستبدل بشخص اخر.